قوتنا نصنعها بأيدينا أهلا بيكم مصر تستعرض قدراتها والجيش المصري يستعرض عضلاته ده المعنى اللي جالي امبارح أول ما صحيت على خبر العملية الشاملة المعروفة باسم سيناء 2018 اه مصر أمس منذ أمس يعني تستعرض كل امكانياتها وقدراتها والجيش المصري اه بيستعرض عضلاته عندك شك في الكلام اللي انا بقوله والشعب المصري بفئاته واطيافه قبل مؤسساته كان داعما منذ الدقيقه الاولى اللي تم الاعلام فيها امس عن سيناء 2018 تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات الفيسبوك تلاقي الكل أنا لقيت معارضين للسيسي عمالين يكتبوا دعم ليه الجيش المصري أصل عند الجيش المصري يا إخوانا الأمور كلها بتتوقف انحيازك هنا بيبقى انحياز مباشر ليس لفرد ولكن لوطن أقاويل كتيرة قيلت منذ أمس يعني إن ده ترتيب عملية عسكرية بالتعاون مع قوات الشرطة اجهزة الامن الداخلية للقضاء على الارهاب. الجملة حلوة بس ما دخلتش عقلي. طب هو احنا لسه بنحارب الارهاب امبارح؟ طب ما احنا بقالنا سنين بنحارب الارهاب. وتحديدا منذ اربع سنوات. وتحديدا عقب كل عملية ارهابية الجيش المصري يستنفر قواته. ثم مصر بتحارب الارهاب بجيشها وشرطتها. هو الجيش والشرطه لو ما كانوش بيحاربوا الارهاب كان الشهداء دول من الجيش والشرطه سقطوا ازاي؟ ما سقطوا في معارك تحارب الارهاب. ما في يا افندي بنعرض تقريبا مره مرتين كل اسبوع عما يفعله الجيش المصري وقوات الشرطه من القاء القبض على عناصر ارهابيه او تدمير سيارات مدرعه. فإذا الإرهاب لسه هيتحارب امبارح الجمعة؟ لا. الإرهاب بيتحارب من زمان. فلماذا الإعلان يعني؟ وبعدين واحنا رايحين نحارب الإرهاب نقعد نعمل كل التغطية الإعلامية الكبيرة دي والقائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع العمليات العسكرية من غرفة عمليات خاصة؟ طب هو ما ليه قبل كده؟ صح ولا لا؟ وبعدين الجيش والشرطه طب ما الجيش والشرطه بيتعاونوا قبل كده. يطلع لك بقى ايه تحليل يقول لك اصل الجيش والشرطه بينفذوا تعليمات الرئيس السيسي لما كلفهم بالقضاء على الارهاب خلال ثلاث شهور، قال لهم انا عايز في ثلاث شهور ما يبقاش في ارهاب في سيناء. فنفذوه امبارح ده طلب الرئيس السيسي كان في اخر نوفمبر. يعني فات عليه شهرين ونص. طب تعالى اذكركم بطلب الرئيس السيسي. ان دماء شهدائنا لن تذهب سدى. واسمحوا لي ان انا انتهز الفرصه دي والزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله. انت مسؤول انت مسؤول خلال ثلاث شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء انت وزارة الداخلية تفضل استاذ خلال ثلاث شهور تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم انتوا والشرطه المدنيه تستعيد للاستقرار والامن في سيناء وتستخدم كل القوه الغاشمه كل القوه الغاشمه هل ينفع شخص في قامه رئيس الاركان او وزير الداخليه يبداوا ينفذوا تعليمات او امر القائد الاعلى في بانهاء الارهاب والقضاء عليه في سيناء في خلال مدة ثلاث شهور في الأسبوع الأخير ما هو قال الكلام ده في آخر نوفمبر طلب الرئيس السيسي في آخر نوفمبر هتيجي تقول لي ما هو كانوا في مرحلة جمع معلومات ليه هو الإرهاب مفاجئنا إحنا كل يوم بنجمع معلومات إذا فكرة أن ما جرى منذ أمس لضرب الإرهاب فقط لا هو أه في ضرب للإرهاب في حصار وإحكام سيطرة على الإرهاب. بس عايز أقول لك إيه؟ عندما عندما تتضافر جهود الجيش والشرطة والمؤسسة العسكرية بكل أفرعها المسلحة بحرية، طيران، صعقة إلى آخره، كل فروع القوات المسلحة. للحرب على الإرهاب زي ما جرى أمس عليك أن تعرف مباشره ان ظهور بيان عسكري كان انت في حاله حرب يبقى الرساله ليست او الهدف ليس هدف واحد فقط وهو القضاء على الارهاب هناك اهداف اخرى مما جرى امس من استعراض تام للقوى العسكريه المصريه انت امام بيان اول بيان ثاني بيان ثالث أنت أمام استنفار عسكري لكل أفرع القوات المسلحة منذ حرب 73 منذ حرب 73 وأنت جاي بتتكلم في هذا الكلام طيب لو الإرهاب و القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الأمر واضح ومباشر للسيد رئيس الأركان بالقضاء على الإرهاب في سيناء طب احنا ليه رحنا آه الدلتا والكلام ده اذا اه هناك هدف من بين اهداف كبيره جرى بسببها استنفار القوات المسلحه المصريه ومع ايضا الشرطه وهو القضاء على الارهاب وان فعلا مواجهه اوكار لارهابيين في سين ومداهمه هذه الاوكار وقطع عمليات الامداد والتموين بس ده هدف لهذه العملية أهداف أخرى لا تستطيع أن تتعامل مع ما جرى منذ صباح أمس بقدر من الاستخفاف وأن تحصره في هدف واحد عمر يا أخوانا الجيش الم... الجيش المصري حاجة كبيرة قوي يعني بحداته وتجهيزه وتصنيفه العالمي هيعمل كل ده لأ ده بيبعت رسايل بيبعت رسايل مهمه جدا وده شغل غير انه عسكري هو ايضا شغل سياسي الجيش المصري بيبعت رساله لقوه اقليميه محدده الاسم في المنطقه ان الجيش المصري لن يتوانى لن يتوانى واحد عن الدفاع عن كامل حدود الدوله المصريه الجيش المصري على هبة الاستعداد مدرب تدريب عالي وبيستعرض عضلاته مثلما جرى أمس واليوم والجيش المصري عامل عملية تناغم منذ أمس بين كل أفرع الأسلحة يعني هو مش بعد دبابات مش بعد صعقة مش بعد طيران لا ده بيبعت رسالة نحن وصلنا إلى مهارة عالية جدا من التدريب والتنسيق بيننا وبين الـ الـ الأفرع بتاع القوات المسلحة وانت بتتكلم على ان الجيش المصري بيبعت رسالة الى قوة اقليمية محددة في المنطقة يبقى علينا نحدد من هي هذه القوة انت عندك ثلاث قوة رئيسية في المنطقة قوة عسكرية رئيسية بعيدا عن ثقة بلدانها السياسية بس هي قوة عسكرية ايران قوة اقليمية عسكرية كبيرة اسرائيل قوة عسكرية كبيرة إقليمية في المنطقة تركيا قوة عسكرية في المنطقة هتلاقي مشترك بين الثلاث قوة دول إنهم فاعلين في الملف السوري إيران موجودة في الملف السوري تركيا موجودة في الملف السوري إسرائيل موجودة في الملف السوري ده أول حاجة اتنين الملف السوري بينك بين سوريا وبين مصر تماس يعني خلاص بيسموها ايه فركة كعب انت لا تستطيع ان تشارك بقواتك في القضية السورية بتشتغل سياسة بس عايز تبعت رسالة انا موجود لو الثلاث قوة دي بتشتغل على ارض سوريا لا الجيش المصري موجود وتعمل له حساب ايران ليست في حالة عداء عسكري مباشر معك إسرائيل دي قضية أو العدو التاريخي اللي منذ احتلالها لفلسطين في العام 48 بينك وبينها بقى معاهدة سلام حسابات لكن أنت أمام قوة إقليمية بارزة تناصبك العداء منذ أربع سنوات وهي تركيا. تركيا اللي راحت سواكن في السودان على مرمى حجر من أمنك القومي الجنوبي وتركيا اللي وزير خارجيتها طلع تصريح الاسبوع اللي فات يفهم منه مباشرة انه يهدد الدولة المصرية في بسط نفوذها على المياه الاقليمية في حقل ظهر بتاع الغاز بيقول لك انا مش معترف بالاتفاقيه بتاعتك انت وقبرص اتفاقيه ترسيم الحدود وما ترتب عليه رغم انها اتفاقيه دوليه وموجوده في الامم المتحده ولا يمكن لشركات تنقيب عالميه زي شركه اين العالميه اللي بتساهم فيها رؤوس اموال دوليه انترناشونال هتاتي للتنقيب في منطقه هي محل صراع ونزاع. تركيا بتهددك تهديد عسكري انها ستذهب الى حقل زهر. تخيل لو التهديد التركي جالك وانت على حدودك اولا لازم تعرف حاجة حقل زهر اللي فيه الغاز المكتشف ده واللي بيحط مصر في تصنيف عالمي كبير في فيما يتعلق بتصدير الغاز يبعد عن شواطئك الشواطئ المصرية 200 كيلو يعني قد المسافة من القاهرة الاسكندرية طب لو الحقل ده اي دولة معادية زي تركيا مباشرة ارادت به السوق تدمره هتلحق تروح له طب هتبعت تشتري لسه معدات عسكريه تتعاقد عليها ولا انت تكون مستعد؟ جرى الاستعداد منذ ايه؟ منذ عامين. ايه؟ عملنا ايه؟ جبنا المسترال اللي هي حاملات الطائرات واحد واثنين السادات وعبد الناصر وجبنا الفرقاطات البحريه. حقل زهر مؤمن باحدى هذه الحاملات. موجوده. الجيش المصري وهو عمال يبث فيديوهات تتعلق بأفرع القوات المسلحة منساش لم ينسى ودي رسالة مهمة خلي بالك أنا معاك النهاردة بنحلل كده يعني الجيش المصري باعت شون المعنوية نشره في كل المواقع بعض الفيديوهات زي الفيديو الأولان اللي عرضناه عمل لك فيديو مخصوص عن حماية القوات البحرية لحقل ظهر بيبعت رساله رساله لتركيا يعني الكلام كله لازم يبقى يكون بهذا الشكل اه الجيش المصري يرسل رساله الى الدوله التركيه الحكومه التركيه الجيش التركي نحن قادرون على حمايه غير الامن القومي المصري لا حدودنا الاقتصاديه اسمها كده ولو بعدت 200 كيلو وعندنا هناك حمله طائرات والجيش المصري لن يتوانى انت عارف يعني ايه حقل زور عشان تبقى انت برضو ملم بابعاد الموضوع عد السنه الاولى من حقل زهر بيقال فيها البشائر اللي هي هتدخلك في حدود 3 مليار دولار ماشي اذا استقرت الاوضاع ابتدى الضخ على نهايه السنه الجايه 2019 مش هتستورد غاز وهتبدا تصدق القصه الغاز اللي طالع من حقل زهر ده يقدر قيمته بتسعة مليار دولار يعني بتكلف في حدود 170 مليار جنيه لو انت بتحسبها ببساطه 170 ألف مليون جنيه بيقولك هيقولك إن شاء الله من حقل زور سنويا ده ده الاكتشاف حتى الآن انت مش عارف بقى يعني يقدر الله لنا الكثير تعالوا نشوف هذا الفيديو اللي بسته القوات المسلحة المصرية عن حماية حقل الزهر ودته عنوان عمالقة البحار القوات البحريه عمالقه البحار. أو بالمناسبه القوات البحريه المصريه واخده تصنيف عالمي انها القوة البحريه الخامسه على مستوى العالم. اذا الجيش المصري ايضا بيبعت رساله تحديدا هو تتعلق بحقل الزهر قادرون على حمايه منشاتنا في اعماق البحار. نقدر ده. الدوله المصريه ما احنا مش هنطلع بيان مع كامل احترامي من الخارجيه المصريه وشكرا يعني يا تركيا ايه اللي انت بتقوليه ده وده حدودنا واحنا رسمنا الحدود الاقتصاديه البحريه مع قبرص ده كلام الدول النهارده تتحدث بلغه القوه انت بتطلع بيان دبلوماسي عادي و وسائل اعلام تلاقي مادة تكتبها وتنشرها بس انت عايز تبعت رسالة أقوى من دي لإن العدو تركيا وهي بتعاديك بعتلك رسالة قوية جدا اللي هي قوم روح اتفاقية ايه والكلام ده بس وإنها لأ ده تهديد خطير لأمنك انت عايز أيضا تبعت رسالة لتركيا يعني تركيا ما كانتش بتبعت لك تصريح سياسي جس نبض لا ده تصريح يشمل تهديد يتضمن تهديد مباشر لامنك القومي حدودك البحريه حقوقك الاقتصاديه طيب ده تركيا بتتكلم على حقل زهر احد منطقه من 14 منطقه بيتم التنقيب فيها عن الغاز والبترول طب تخيل بقى لو ربنا اكرمنا وظهرت لك منطقتين ثلاثة مثلا وبقى بيجي لك من 30 ل 40 مليار دولار سنويا يعني انا اعتقد ال 100 مليون مصري هيروحوا يعني يربطوا هناك ويحبوا المنطقة فانت لازم تبعت الرسائل بهذا الشكل والرسائل تأتي بما منذ جرى من امس يعني الرسائل الدول يا اخوانا بتبعتها والجيوش بتبعتها بهذا الشكل والرسالة وصلت لتركيا، أنا هنا مش جاي بالمناب يعني بمنطق إن أنت جاي تتكلم بمنطق المعلم وإحنا عمالين نستعرض مش عارف إيه، لا لا لا. أنا بشرح لك كمواطن، يعني يعني وعندك رئيس جمهورية بيقول لك يا إخوانا مصر في عهدي يعني، في عهد السيسي لا تريد أن تتدخل في شؤون أحد، هي بتقول أهو. وفي المقابل مش عايزين حد يتدخل في شؤون يعني الكلام واضح لكن في نفس الوقت رأس الدولة بيبعت رسالة انه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل الدولة المصرية المساس بأمنها وحدتها أصل ده تهديد خطير يا اخوانا يعني مسألة ما تاخدهاش بالبساطة والسهولة لا 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 مسألة قوية جدا ما فعلته تركيا يعني اللي هو بمنطق البلطجي اللي هو جرى كده يعني اتجوزت البيت انا مش معترف بالعقد كده يعني انت امام بلطجة امام دوله تمارس البلطجه على مراه ومسمع من العالم يعني مثلا ما طلعلكش بيان من اي دوله قريبه مثلا تدعم الحق المصري بعد هذا الاتفاق ربما ده يفسر لك ضغط رئيس الجمهوريه على شركه اني لا إحنا عايزين نحفر بسرعة عايزين نطلع الغاز بسرعة عايزين نصدق اللي هو إيه عايزين أمر واقع عايزين مسترال عايزين حمل الطائرات النهارده أنا أقدر لرئيس الدولة سعيه على إنجاز هذا الاتفاق في ترسيم الحدود إنجاز هذا الاتفاق مع شركة إني إنجاز هذا الاتفاق العسكري بحملة الطائرات عليك أن تعطي للناس حق حقها هنا علينا أن نرفع فعلا القبعه تحيه واحترام لقرار رئيس السيسي، الثلاث حاجات دول. يعني فانا تقديري ان الرساله بشكل كبير واصل دي رساله واضحه تتعلق بتركيا. طيب هل القوات دي راحه ومستنفره بكل اسلحتها ومعداتها وعتادها علشان تركيا فقط يعني؟ ما انا قلت لك لا عمليه كبيره، عمليه حرب بهذا الشكل ما تحصرهاش في هدف واحد لا كان هناك ايضا رساله للداعمين الارهاب في مصر قطر بالتمويل تركيا بتوفير الدعم اللوجستي وحديث اردوغان من ان هناك ارهابي دواعش جرى تسكنهم في سيناء لعمليات قادمه صح ولا لا مصر النهارده بتقول لك لا انا هقطع ميه ونور على كل داعم للإرهاب في سيناء. استعراض القوات البحريه على السواحل إن لو في أي مساعدات ستأتي في أي وقت لمد يد الغوص لهؤلاء الإرهابيين خلاص الإرهابيين كالفئران ينبغي أن يكونوا محاصرين الآن في سيناء. فهي رساله للخارج الذي يدعم الإرهاب في بلدك في سيناء. لا تستطيع ان تتجاهل هذه الرساله كثر عدد الارهابيين او قل في سيناء تقدرات بقى مئات عشرات الف يعني لكن انت امام حرب حقيقيه على الارهاب بكل قوه ربما كان قبل كده بيبقى في فرع فرعين ثلاثه من القوات المسلحه خمسه الله اعلم أه، لكن النهارده كافه افرع القوات المسلحه بتشتغل داخل معاها قوات الشرطه ايضا فانت بتبعت رساله لاي داعم للارهاب لا سينا لن تخرج من تحت السياده المصريه يبقى انت اول حاجه بعد هدف العمليه رساله لتركيا مباشره ولا اي دوله تفكر ان تهدد امنك البحري والاقتصادي اثنين الرساله الثانيه لكل الداعمين للارهاب في سيناء ممولي داعمي مؤمني توفير اشياء لوجستيه الرساله الثالثه أن الجيش المصري بكل أفراده ومعداته وتسليحه وقدراته وإمكانياته وقاداته يبسط كامل نفوذه على أرض سيناء وأنه خلال ساعات محدودة كانت سيناء بالكامل تحت النفوذ الجيش المصري بالكامل طب ده معناه ايه ده معناه أن لو كان هناك نية أو تفكير أو اقتراح أو تصور لأي دولة في العالم تفكر فيما يعرف بصفقة القرن بأن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الجسد المصري عبر اقتطاع جزء من سيناء ومنحه للفلسطينيين الجيش المصري بيقول لك لا نحن قادرين على وأد هذه الأفكار وأنا قلت لك قبل كده أن الإدارة الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية أنها تبعت قوات أمريكية لتدريب الجيش المصري تدريبه على إيه؟ على محاربة الإرهاب في سيناء يعني أمريكا تعمل قواعد عسكرية في سيناء حليني بقى خروج بقى بالطبل البلدي والإدارة المصرية رفضت الإدارة المصرية بتبعت أو الجيش المصري بيبعت رسالة للإدارة الأمريكية نحن قادرون على دحر الإرهاب نحن مدربون تدريب عالي ونستطيع ان احنا نحمي سيناء فلت كل دي رسائل وانت ماشي عمال تبعتها تركيا الارهاب سيناء عمليه كبيره لما جرت امس انا قلت لا يمكن باي حال من الاحوال اختزالها في هدف واحد لا يمكن يا اخوانا جيش مصر في اكبر تحرك له منذ حرب 73 انت امام بيانات تخرج من القياده العامه للقوات المسلحه امام القائد الاعلى للقوات المسلحه يتابع ما يجري في العمليه الشامله سيناء 2018 من خلال غرفه عمليات هي حرب هي حرب رساله هنا بقى لكل مواطن مصري مصر فعلا يعني واحنا انت عارف انا ما من أول ما بدأ البرنامج، عم لا بكلمك على مؤامرات دولية ولا ك... ما بستخدمش اللغة دي معاك، ولكن زي ما أنت شايفه شوف أنا عمال أكلمك ماذا يجري في سوريا، ثلاثة قوى إقليمية، بكلمك على تركيا بتهدد أمنك الاقتصادي، يعني فاهم؟ بكلمك على سينا اللي بيحاول البعض إنه ينتزعها منك انتزاعاً. علينا فوراً، يعني وده أنا يعني انبسطت لما لقيته من إمبارح على الفيسبوك. ندعم نبعث برسائل رسائل قويه للجيش المصري ولقوات الشرطه المصريه. نحن داعمون لكم لانكم منا ونحن منكم، يعني هي جمله بسيطه الجيش والشعب ايد واحده. وان جيشك الوطني بيخوض حرب طاهره حتى تعيش انت في امان تام. يعني حرب حرب وجود يعني تكاد تصل الى انها تكون حرب وجود. اذا انت ما عملتش كل ده سينا ستختطف منك حقل ذوق زو... يعني تخيل تصحى الصبح تلاقي امنك الاقتصادي ده واحد بيضربك على افاك وياخد منك براميل الغاز بتاعتك واحد بيضربك على افاك وياخد منك سينا ما احنا خلاص اللي هي بقينا ملطش يدك القويه الباطشه هي الجيش هي الجيش يعني خلي بالك احنا احيانا كمصريين بنبقى حاصرين نفسنا في الداخل وفي الفراخ المجمده اللي نزل ب 17 جنيه ولا ب 13 جنيه والعلاوه هتبقى 10% ولا 30 وده طبيعي يعني معظم مواطني العالم بيعملوا بس عايزين برضو يا اخوانا يبقى عندنا رفع حتى في مستوى الوعي يعني متابعه انا عايزك زي ما بقول لابني يا ابني ادخل على الموبايل عندك كده نزل لك موقع اخباري تابع اخبار اعرف العالم يعني الدنيا بتجري فيها ايه انت عندك وضع حاصل في سوريا يعني كارث ما بكلمش هنا على الشعوب والكلام ده لا بكلم على ان هناك تشكيل جديد لخريطه المنطقه مش عايز اقول لك كلام عميق بقى وهندخل في استراتيجيات بس المنطقه حواليك هل هذه هي المنطقه ولا هذه هي البلاد اللي انت وعيت عليها مثلا من 30 سنه الاجابه لا السودان ده هو السودان يعني ليبيا هي ليبيا ولا العراق ولا اليمن ولا السعوديه الخليج كله بيتغير يا اخوانا الخليج كله بيتغير فتعليق تكون ملم بده وقافلين على نفسنا لكن ايضا ندعم قواتنا المسلحه انا بنهي فقرتي الاولى قبل ما اطلع فاصل تحيه مني كمواطن مصري يشرف بانتمائه لارض هذا الوطن تحيه مني كمواطن مصري الى جيش مصر العظيم يعني الجيش المصري العظيم يعني أنت تشعر بالفخر أن في بلادك هذا الجيش العظيم أنت منه وهو منك تحية فخر واعتزاز وتقدير للمؤسسة العسكرية المصرية وتحية لأرواح كل شهدائنا اللي سقطوا في حربهم في حرب مصر على الإرهاب من الجيش المصري ومن قوات الشرطة الباسلة رحم الله مصر وحفظها من كل سوء هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتابع بقيه فقره حلقتنا النهارده